بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا فتحت اللعبة لقيت علي أيضا يلعب، قلت والله لازم 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 لازم. شوف كيف الخصوم، أعوذ بالله، إيش ذا؟ هذا جنون، هذا جنون، هذا جنون يا ناس. سايكل بسرعة، حرام. الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك. يا الله، واو واو واو، فعلا واو واو. يا ريت يرسلها، بس انا ما راح اتكلم، ما راح اقول شيء، بس واو واو. اسطوره صراحه، اسطوره والله. شفنا الخصوم، شفنا كيف يكفي بس الميجا نايت. يعني تقابل ميجا نايت وانت اكسبو بدون حتى ميني بيكا، يعني موقفك جدا صعب. فما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، روعة والله روعة. الحين أنا ما أدري وش أطور بعد 100,000، قربنا 100,000 حقيقة، قربنا يعني نحاول نجيب 100,000 ثلاث أيام، نحاول نجيب 10,000 على الأقل زيادة. يعني جبت أنا 103,000، حلو. باقي ثلاث أيام، يمكن يعني بعد 100,000 طور بيكا، نكون طورنا يعني 5 بضايق من التشكيلة والحمد لله. ما أدري نطور بيكا أو الغضب أو الحطاب، هذا الشيء ما نعرف. الحطاب جامد صراحة، هو لحاله يعني يقدر يسوي دفاع ممتاز ضد العملاق. بعدين يكمل معاك دعم للمنطاد، شوف كيف. شايفين الخصوم هذا يعني على الورق أسهل بكثير، أسهل بكثير من قبل شوي. ميجا نايت، برج نهار، نعيد وكرر، برق، شيء مو طبيعي. لكن هنا بهذا بيتعب زميلنا علي بالسايكل. حلو، المورتر بعيد. لا 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 لا، هذه غلطتك، هذه غلطة. ليش كذا يخاف من الهياكل هذول؟ ليش؟ غلطة. طبعا انت اكسبو، يعني اي غلطة تروح فيها حتندم، اي غلطة بتشكيلات الاكسبو يعني تندم عليها اكثر من تشكيلات اللوج بيت. شوف كيف شوف كيف شوف كيف شوف كيف، شايفين كيف مفروض تسلى؟ يعني مفروض تسلى. اوكي الفارس، شوف الغلطات هذه، ما ادري وش فيه، حول اليوم وليش هل حول يعني من كثر اللعب. والله ما ادري، ما اعرف. المفروض اكسبو بس ما عنده اكسير الآن. يلا دبل اكسير عندك، باقي التسلا، فحلو وديها. مشكلة معانا صاروخ. شوف شوف شوف، هل ما أدري يعني صراحة، في بلا بعينه اليوم، في شيء كذا ما أدري، ما أدري صراحة، ما أدري وش فيه. أنا للحين ما أدري وش الفارس هذي، كل شوي حاطه كذا بعدين يروح يسار، ما أدري هل خلل بمساعدات الفارس أو ما أدري، ما أعرف. كل اللي أعرفه إنه ولد علي رايح للخسارة الآن، إلا إذا صارت معجزة، لكن المعجزة الآن هي الصاروخ اللي بيجي الآن. أيه هذه معجزة والله، الصاروخ مضرب والله إنه معجزة، صارت معجزة من الصاروخ. واو واو، عطنا هنا تسلا، حلو. الله يستر، يعني الخصم يعني حس انه لازم يخلصها بالصواريخ يعني، والان قاعد يهدر صواريخ على غير الابراج. فانت الان
مكانك بالسليم يا علي. شغلك يعني ممتاز الآن، تخلصها بكرات النار بالأخير، صحنا أخف وأضعف من الصواريخ، لكن على الأقل هو تخليص، هو التخليص. الآن الفرق صار كثير بينك وبين، بس يخلصها صاروخين هذه المشكلة، يعني يجيب هذا الفارق صاروخين أو ثلاثة أو صاروخ واحد ممكن، فالوضع لسه غير مطمئن، لسه خطير. إكسبو مشكلة راحت بدون أي ضرب على البرج مع الأسف. أقل علي قاعد يسجل نقاط بهذا الصاروخ، بهذا كرات النار. الآن الخصم أغلط، الآن أيضا صار يرمي الفارس بعيد عن المواجهة، فجيد. مشكلة جاء الفارس هنا، يلا العب له العب له، اضغط اضغط بالاكسبو، اضغط بالاكسبو يا ولد، اضغط بالاكسبو، اضغط 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 ابو اللي جابه. الآن اكسبو يدمر هذا، بعدين ينتقل. يا ساتر يا ساتر، 14 ثانية ما، لا 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 لا، لازم سايكل سريع. ممكن 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 حاجة كذا تضرب، مع الأسف. مع الأسف خصم ظريف على الأقل، ظريف جدا، لطيف. هنا الآن نشوف شريف، واو ما هو بصاحي والله. ميجنايت وبيكا، هذه تشكيلته يلعب فيها بالساحة، هذه تشكيلته الأساسية، يعني يكفيني أشوف هذه الهجمة يعني منك يا شريف، يكفينا من هذه الهجمة. الله عليك، روعة روعة روعة. واو كفو 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 والله كفو. ذي نشوف، شوفوا كيف البداية، حتى الخصم الجبان الوسخ ما بدأ، كان يقدر يلعب الخنزير، عنده الخنزير كان يقدر يلعب الخنزير والسم، يعني يلعبها زي كذا، بس لأنه جبان، تشكيلة جبانة أصلا. ملاحظين أن الخصوم ضد غريري كوري وبعده كوري، لا تغريري علي، خصومه كوري وبعده كوري، يعني يا الله. شوف كيف، شايفين كيف سم، حقير حقير حقير، جبان جبان وسخ، ميجانايت برج نار، الساحر سم وإعصار. شايفين قديش الوساخة معنا الآن، قديش أوكي نرجع، بس ليش تأخر؟ ما عنده أكسير، كان يقدر يلعب ثانيتين بس قدام ويقفل على الإكسبو طبعا، بس قدر الله. الآن علي طبعا يحتار كثير، يعني الفارس يلعبوا على الفالكري أو على الميكنايت أو على أو على أو على، فصعب صعب صعب المباراة. الآن ترمي هذا مشكلة، هنا الفارس مرة ثانية، يا أخي أسطورة ذا الفارس، ليفل 13 مستوى 13، يقفل على فالكري ماكس وعلى الساحر ماكس كذا، يقفل بوجهه يعني، ف رهيب رهيب رهيب. هذا مشكلته، هذه ميزته كذا، ينشب للناس، هذا ينشب، هذا المفروض تخليه خلصك معاملات عندك، يعني لا سمح الله أي معاملة متعصلجة عندك، يعني معاملة بالتأمين وشي زي كذا، أو أرسل هذا الفارس والله ينشب نشبه. فالآن مشكلتنا الآن أنه يعني علي ترك الجهة اليمين وراح للجهة اليسار.
وهذا من أحد المشاكل والأخطار. هنا حلوة 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 قتلت الساحر بضربة كرة نار، وهذا شيء تشكر عليه، فالله يعين. عندنا برج النار الآن دخل للحوار، وعندنا هذا وعندنا هذا، الفارس يتعلم ويضرب المدارس، فالله يعين الله يعين الله يعين. الفارس جلد العالم، فالآن علي اختياره يخفض الضغط على الجهة اليسرى لأنه شاف الدمج. شوف كيف هما كذا الأكسبوع حساباتهم، هذه شايفين 1500 على الجهة اليسرى طبعا، وقال والله لازم لو ننتقل نشغل الخصم بالجهة اليمين. مشكلة برج نار، فارس برج نار، ميجا نايت وراه برج نار، وضع مزري صراحة يعني، والله يعين يعني. وبرق، لا ننسى البرق، لا ننسى السم، هنا رهيبة التسلا هذه. الخصم خربانة يعني، رمى الضرب، ضرب التسلا مع انها بعيدة، ضربها بس هي. ف جدا جدا الان مباراة مرة صعبة، انا ما اعرف كيف ممكن يعني اي واحد يحس بالتوتر اللي يعيشه علي هذه اللحظات، يحس كيف تلف اعصاب علي، الله اعلم. روعة صراحة يعني، دفاع 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 الخصم، اجرام في اجرام، اجرام في اجرام، دفاع بعدين ضرب برق. هذا يذكرنا في فيصل، بس فيصل تسلا بدال برج النار، فيصل اخف وارحم، ولا يلعب فالكري فيصل، هذا ما اعرف كم المعدل كثير بنشوف. هذه ممكن شكلها فرصة لعلي، لكن مع الأسف يعني حتى هذا. أوه الإكسبو، روعة 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 روعة، هذه هي ضربات الفوز، هذه هي ضربات الفوز. الخصم من الربشة نسى أنه يعني ماشي بالجهة اليسار. واو 127. طبعا أنا شفت المباراة نهايتها كما شاءت كما لاحظت، الآن نشوفها كلها بكليتها. روعة 171، وهذه الختامية الرائعة، برد قلبي صراحة. جميلة جميلة جميلة، مباراة رائعة رائعة رائعة، تحفة تحفة. بنشوف علي، بنشوف بنشوف بنشوف. شوف ايش بخور، ايش 50 ار شريف. بنشوف الان ننتقل لعلي، لم يعني يكون عندنا لاعبين نتابعهم. اوكي شي. ننتقل لعلي الان، علي خلص، انتهت مباراته، ما اعرف يعني كم كانت نتيجته، بس ما شاء الله ترتيبه الثالث بالقبيله. انا ترتيبي وين؟ التاسع طبعا. انتم تشوفون هذه 100 كاس تظنونها سهلة، لكن يعني مشوار من المعاناة ومن القهر. تظنون 100 150 اللي بيننا ذي سهلة، لكنها يعني كأنها 150 كيلو من المطبات. الله يعين. هذا بريبور ذا لاست كول، يا ساتر. عربة كرة نار، ما أعرف هل قراره كان صحيح، هذا القرار كرة نار عربة. العربة مشكلة صراحة. شوف 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 على طائرة، مشكلة يا الله يا الله. طبعا هذول الطقم دائما يعني يكونوا مع بعض، أحيانا يعني متعودين فرن مع البرابرة كالعادة يعني، هذا المعتاد. يا ساتر، الآلة الطائرة يا ناس، الآلة الطائرة وما تفعله شيء
مستفز أيه ما استفزاز. ما أدري كل هذا التعليق بيروح ما أدري. شوف شوف شايفين كيف استفزاز اللعبة والقهر اللي قاعد يصير بهذه اللعبة. روعة. مسك الإكسبو على الأقل بهذا البربري لن يحدث أي أضرار كثيرة كما نتمنى، لكن والله سبب لنا دمج. الآن مشكلتنا البرابرة المميزون، فماذا نحن فاعلون؟ والله يستر. يا ساتر، إنها اتجاه الطريق المنحدرة يا علي. مشكلة 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 يا الله. إكسبو في دفاع، طبعا الخصم معه كرة نار، هذه الحركات يعني تسلية بالنسبة له. مشكلتنا الآلة الطائرة، مشكلتنا كفرن، مشكلتنا هذول الثلاث بطايق. أنت لازم تختار هدف معين ومحدد لكرة النار، فهنا البرابرة المفروض عليهم الجذع وليس الجذع في اليمين. وأستر يا ستار الطائرة، شوف كيف كما توقعنا، هي وسيلة الأضرار، وهذا الذي اتضح في نهاية المشوار. أوه 1777 بكم تبيع الرقم يا بريبور؟ 90. فآلة طائرة والتسلة هنا رائعة، لكن مع الأسف الآلة الطائرة هنا جلس ضرب التسلة. يعني حتى اختار يا علي، هل كرة نار على الفرن أم؟ والله مشكلة صراحة يعني، اختيار سيء 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 سيء، خوف مبالغ فيه وغير مبرر من العجوز. والله أعلم التوتر يتصاعد. علي طبعا يستمر بالتركيز على الهدف بالجهة اليسرى. هنا مشكلة 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 مشكلة. ذا انتهى الإكسبو يعني بدون أي وصول لأبراج الخصم بشكل معقول، فمشكلة يعني. يا ساتر، هذا الخصم مقفل المباراة، هذا يبيله بيكا. يا حلاته، يا السلام، لو كان في بيكا كنت الآن تاكل عليك. والله مشكلة يعني صعيبة 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 برشا المباراة. ممكن فرصة خبرات علي في مباريات تتضح الآن، لكن مع الأسف يعني ليس بالإمكان أفضل مما كان. علي يعاند الأوضاع، يعاند الأحوال، ولو كانت عكسته وراحت الشمال. رهيبة المباراة على العموم، رهيبة جدا المباراة كتكتيك، لكن غثيثة جدا كمشاهدة وكشخص يشجع طرف يعاني. فمشكلة ما نعرف يعني الإكسبو ما تقدر تقول عنها شيء. إكسبو هي الإكسبو، الإكسبو هو الإكسبو، لا تستطيع أن تنتقد الإكسبو خاصة يعني. لكن ممكن تنتقد بعض البطايق اللي فيه زي الهياكل الثلاثة مثلا، هل مثلا نحتاج أسهم بدال الجذع وما إلى ذلك. إن الآن الخصم ربنا يسترها. يا الله يا الله، كل شوي يدورون عليه هذه التشكيلة، كل شوي جايبون له هذا الطغر. والله مشكلة صراحة يعني، جاي هذا الهيس في كل مباراة. ليش الحين مستلمينه يعني؟ ما أدري الحين حاطين عليه خصومي. فالله يعيننا، سوف يصنع يومي.
لكن يقول له يقول له يقول له وش هذا؟ ووي كذا لا 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 يعني هذا الخصم وانت ما معك لا فالكري ولا حتى ميني بيكا كذا كثير ساحر الكهرب مشكلة يعني شكله يعني على الأقل هذه فرصة يعني ممكن مع الأسف كان ممكن تكون فرصة يعني حقيقية بس مع الأسف ما أدري إيش صار ساحر الكهرب بدون أي معارضة من علي المفروض يعني كرة نار يجرب كرة نار جدا على ساحر الكهرب ثم ينطلق الفرصة يعني هي الفرصة كانت يعني تقريبا يعني حقيقية ما أعرف يعني بتكون هذه من الفرص النادرة بالمباراة الله يعين شكله الخصم ناويها الآن شكله بنشوف آلة الدمار جنب هذا يا لطيف يا الله دفاع ولا أروع دفاع ولا أبدع لكن إلى متى يعيش ومتى يهجم الله أعلم فرصتك الآن يا علي الخصم الله أعلم لا 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 هذا ما أعرف كيف عنده الإكسير يا ولد ما أعرف كيف يأتي بالإكسير يا ناس لكن على الأقل هنا الفارسات يحضرون بعض الحياة الله يعين يعني 2800 المشوار هو جهة اليسار المشوار يسار لا تنسى لا تنسى الدفاع 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 هو الحل لنهاية المشوار الآن بيلعب لك ساحر كهرب ارمي كرة نار ارمي له كرة نار وخلاص بيلعب لك ساحر كهرب اديله يا خلاص انتهت موضوع الهجمة هذه انتهت الدفاع 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 روعة والله يستر يا ناس والله خبصوا خبصة هذولا يا الله يا الله ايش ذا والله صراحة ما قصر علي يعني قابل بيكا يا قابل ميجا نايت بنفس المباراة يعني اكسبو زي ما قلنا لكم يعني هو ما معاه بورتنار ولا حتى ميني بيكا ولا حتى يعني هذا الخصم لازم له بيكا بيكا يعني مو حتى ميني بيكا حتى برج النار ما ينفعل انه الخصم يلعب مقبرة فمشكلة سنطل على إبراهيم تشكيلة كلب حمام روعة كإضافة للفيديو هذا ما أعرف كم صار مدته ولا أعرف كم تسجيل وما أعلم هي لما تسجل شاشة ما يبين لك كم المدة يعني ما هو زي لما تسجل بالكاميرا أحيانا حتى ما تدري التسجيل مستمر ولا يفصل ولا أنا الله يعين يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر شاهد القبر روعة وقته الآن يا حرام 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 كل هذا الشغل يا الله عليك الله عليك كفو 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 فعلا فعلا كفو أسطورة أنا عندي كرة نار مشكلة تفداك كرة نار تفداك بس المشكلة ما أعرف يعني وش أعطي وش أطلب فرن مكان كرة نار يلا نشوف يلا إنا لله جاء البث رضا سلام والله مشكلة يا
يروح بعدين يقول لي يعني على العموم ما ادري اذا كان بيجي يعني عشان اعطيه دعوه لا 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 بنشوف شكله بنشوف شكله في مباراة حلوة شوف يا ساتر الخصوم مرة 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 خصوم ما زين ما زين خصوم مو زينين اليوم ما أعرف يعني وش ذا كيف كذا كل الخصوم الوحشين وكان راح عند علي الظاهر جمعوا عليه خصومي وخصوم دغريري لأنه كلنا أنا وياه ما صرنا نلعب اليومين هذي يعني صراحة ترحم علي صراحة يعني ولو أنه يعني ما يستاهل رحمة الإكسبو بس والله مسكين مي بيكا فالكري مساحر كهربائي ما نعرف يعني هي كذا تحقيق ال يعني الحد الأدنى من النتيجة إنه يعني تقفل وبعدين كرة نار هذا الخصم حتى يعرف إنه يعني لعيبة الإكسبو زي كذا أكيد يعني حاجة معروفة بس ما شاء الله علي لا يتجه هجوميا الله أكبر الله أكبر نجحت الهجمة الله أكبر عاشت أمتنا العربية واو روعة 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 في 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 إكسبو في في قوس ثاني في قوس ثاني إمكانية 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 هنا لازم كرة نار على هذا ولا لا ما يحتاج شوف تسلا أكلت السحر كهربائي والله مشكلة هذه تسلا حتى تسلا الخصم مشكلة فحوار تسلا بهذه المباراة حوار واضح انه يعني حوار تسلا الخصم الان على اعصابه يعني ما عنده سبيل ينهي المباراة دام هو تسلا ويقابل تسلا هو تسلا ويقابل تسلا بيسوي هذه الحركة عشان ينهي تسلا علي لكن هيهات هيهات تمشي علينا هذه الحركات علي يقفل ويدافع عن التسلا بما لذ وضاب من فارس وكهرب فالله يعيننا المباراة 602 يا ساتر أنا ما أدري وش فيني أنا دا 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 ما أدري أوكي آخر الليل يأتيك جن الشعر اسمه استغفر الله العظيم بسم الله علينا لكن هناك يعني مقولة أنه يعني بالشعر الجاهلي يعني مثلا أوكي الله أعلم بسم الله لا إله إلا الله بسم الله بسم الله بسم الله 400 247 بسم الله تكفيل تكفيل روعة تكفيل روعة تكفيل أسطوري علي الآن يدافع عن أبراج كما واو روعة روعة دفاع إيطالي رائع رهيب ف إلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله